نيجيريا، قضية ما بات يعرف بسبايا بوكو حرام تستنفر العالم، وأولى الصور للفتيات المختطفات تكشف عنها الجماعة اليوم تظهر المختطفات وعددهن يتجاوز 200 تلميذة رفقة الزعيم المفترض لبوكو حرام دون معرفة المكان أو حتى زمن. هذا فيما تعلو أصوات الاحتجاج تضامنا مع الفتيات في الشارع الأمريكي، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يتحدث عن قمة استثنائية تعقد حول الموضوع على الأرجح السبت القادم. عودة إليك سمير بوحميدي. هي أولى مشاهد الفتيات المختطفات من قبل جماعة بوكو حرام، صور تظهرن فيها بالزي الإسلامي وهن يتلون القرآن الكريم. أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام تحدث في شريط الفيديو بأن الفتيات الأسيرات اعتنقن الإسلام. قضية المختطفات دفعت العشرات من المواطنين الأمريكيين للخروج في مسيرات لدعم الفتيات الأسيرات. أريد حقا أن أدعم القضية، فأنا أؤمن بها. نحن بحاجة للعثور على الفتيات المختطفات، أريد المساعدة وأريد أن يقوم الكل بالمساعدة. أنا نيجيريا وهذه القضية تمسني. القضية وصلت أصدى إلى أسماع العالم بأسره من خلال ردود أفعالنا بانت عن غضب الدول العربية والغربية لما تعيشه نيجيريا من عدم استقرار أمني. وفي نفس السياق قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإمكانية عقد قمة حول الأمن في غرب إفريقيا السبت المقبل.